اه نسيت، اسمعوا بقى يا باشمهندسين، خدوا الطلبات دي واملوها، لازم الطلبات دي تجهز، لو ما جهزتش الطلبات دي مش هيعرف يقوم بشغله ومش هيطلع العفاريت اللي عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. على فين يا اخويا؟ انا رايح انام شويه لحسن شني جامد عليا قوي. سلام. مش عارفه من ساعه ما مسكت الورقه دي وانا عماله